يعني هذا سؤال كبير يطرح على النقاش. هل باستطاعة فخامة رئيس البلاد في لبنان أن يدير حوار اليوم بعد الذي جرى، بعد أن أصبح طرفا ومتراسا لفريق دون آخر بعدة قضايا، بعد أن أعلن مواقف لا تتلائم مع ثقافة دستورية يجب أن يتم الالتزام بها؟ أنا شخصيا كمواطن متواضع لا أعتقد أنه صالح لإدارة الحوار. هون في سؤال دولة الرئيس بيطرح نفسه، هل قوى 8 أذار إذا جاز التعبير أخطأت في عدم الإسراء بطرح مشروع اللقاء الأرثوذكسي؟ وجهة نظري هذه القوى وبشخص الرئيس بري بالتحديد الذي هو يعني المرجعية المعنية بهذه المسألة تغالي في الصدر المفتوح في حرصة على مسألة ما تقول وتردد الإجماع حول القضايا يعني لحتى ليس هناك من قضايا بكل الأحوال أنا رأيي عليها إجماع في لبنان. الرئيس بري وأنا بفهمه هو رئيس مجلس نواب مع أنه ينتمي إلى معسكر من معسكرات الاصطفاف، ولكن هو حريص على إدارة الحوار والشأن الوطني بالبلد، لأنه محل مكان الطبيعي لإجراء الحوار في البلاد هو مجلس النواب. هذا مركز الحوار الوطني الدائم، لكن الفرص ربما لا تتاح دوما يعني واقتناص الفرص في توقيت في معين وجهة نظر، وهو يتكل على حضانة الجميع وردة فعل. طيب هددوا ما ينتخبوا، رجع أصر على حضانته. هذا نوع من الحرص على وحدة البلد، نوع من الحرص على الاستقرار بالبلد، نوع من الحرص على عدم شعور أي شريحة أنها تريد أن تهمل. وأكبر دليل كل الحوارات اللي صارت بلجنة التواصل النيابية، تم الاتفاق بين كل الأطراف أن الاقتراح الذي يأخذ أكثرية الأصوات أكثرية كتل الممثلة بالوقت هو الذي يحال إلى هيئة اللجان المشترك. ضلوا شهرين شهرين يا رجل راحوا على اللجان صديقات، بطلنا بدنا نترك. حتى الكلام اللي نقال حول انه هل يجوز ان تنعقد جلسة مجلس نواب بغياب معظم المكون السني، هذا كلام غير دستوري بمجلس النواب. لا يقال لا لا مش بس هيك عم بحكيك انتبه، لا يقال سني شيء يدرزي ممثلي الأمة أرثوذكسي كاثوليكي. بالمجلس النواب المكونات تبعه عنصرين، المسلمين والمسيحيين وفقا لما نصت عليه المادة 24. إذا غاب المسلمون ما لك حق تعمل المجلس، إذا غاب المسيحيون ما لك حق. أما إذا غاب مكون شوي من هذا وإلا بكرة إذا بتدقي إلى جحل إلى 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 جلسة وبتغيب مكون الأرملي أو مكون العلوي أي مكون أو أي مكون أقلوي، المسألة مش بالحجم، مسألة بالمبدأ بالقانون وبالدستور، ما لك حق تعمل جلسة. لذلك هذا الطرح كمان أيضا كان طرحا، ويريدون أن يرسوا اجتهادات لا علاقة لها بالثقافة الدستورية. نحن وهذا السبب الذي دفع بالمسيحيين بالبلد اللي مثلنا اللي ما لهم علاقة بهالاصطفافات الحادة، والذي يريدون أن يكونوا خارج هذه الاصطفاف، والذي هم حريصون على الوحدة الإسلامية، ويعتبرهم الذين حذروا من الفتنة السنية الشيعية منذ اغتيال الرئيس الشهيد وفي اليوم الثاني أو الثالث في على على المؤسسة اللبنانية الإرسال. وأنا شخصيا ومشهورة القصة وقامت الأيام علي يحلون مسؤولية الفتنة يعني. ما بيجوز هذا اللي بيقولوا أنه إرساء هذه الاجتهادات وتعميمها وتحويلها إلى معطى خاطئ وخطأ شائع بين الناس يرددونه وبالتالي يشوه الدستور. يجب وضع حد لهذه المسألة. لذلك نحن اليوم قدام طريق واحد مش اثنين، ما في مهمة لهذه الحكومة إلا شغلة إجراء الانتخابات، ونحن نصر على إجراء الانتخابات. لكن هل يمكن لكن لإجراء الانتخابات يجب أن يكون هناك قانون جديد. القانون المتاح هو يحوم مجلس النواب يتصوت عليه وخليه يسقط. نعم يسقط ديمقراطيا، بيسقط بالمسلك التشريعي وبالمسار التشريعي تبعه، بيطلع قانون تاني بينجح فليكن، بيجوا بألفوه بيعملوا قانون تاني. يجب أن يأخذ بعين الاعتبار الأسباب الموجبة التي أملت الاقتراح الأرثوذكسي، وهذا الكلام قاله الرئيس بري أول ما طلع الاقتراح الأرثوذكسي، قال بالفهم الملآن
هذا الاقتراح هو نتيجة وليس سبب، هذا نتيجة هواجس متراكمة، تجارب سابقة، مسار طائفي عام في البلد. هذا الاقتراح لا يقال له مع أو ضد، هذا يجب دراسة الأسباب الموجبة التي أدت إلى إصداره. وبالتالي نحن اليوم قدام هذا الواقع. أما أي نقاش آخر، أي حوار آخر بأي مسألة أخرى لهكذا قالوا، أنا برأيي يجب أن لا يتم لا من قريب ولا من بعيد، لأنه الغاية الدمبينج بالاقتصاد، الدمبينج هي الإغراق، إغراق الحوار بصرف النظر وين بيصير، عند فخامة الرئيس أو بالمجلس النيابي إذا بده يصير، لحتى بالتالي يروح هباء منثورا قانون الانتخابات. وهنا أحسن الرئيس بري عندما قال فلنبحث بقانون الانتخابات والحكومة. نعم، لكن أي حكومة يمكن أن تشكل؟ أنت قلت لها وظيفة واحدة وهي إذا تم الاتفاق على قانون انتخاب هلأ. أنا برأيي الشخصي حيالله حكومة ولو تكنوقراط ولمدة شهر تجري انتخابات بمنطق هيري بقانون انتخابات سليم، بيروحوا بيعملوا انتخابات وبيروحوا على حكومة سياسية، ساعتها يعملوا خلي المجلس النوابي جديد يقرر، لأنه هذا المجلس النيابي فقد شرعيته، أصبح هناك خمس شخصيات بيعملوا الشرعية تبعه، أما كنواب فقد شرعيته، لا يمثلون الشعب، هم مستولدون بكنف الكيانات المذهبية. أنت ما عندك مجلس نواب بلبنان، عندك كيانات مذهبية، كل كيان له حدوده وإلى أعلامه وإلى ماليته وإلى مؤسساته وإلى ثقافته إلى علاقاته بالخارج، علاقة الخارج فيه، هاي هي الكيانات المذهبية الموجودة. أنت شوف المنطق الذي استعمل، أنه أنا بدي أشرف ليفي، أشرف ليفي بيستقيل بأول السبب بيتخلص بدته، هذا ضمانة المؤسس وهو ممتاز، أنا ما عندي ناقص شخصي هذا. طيب لكن القانون ما لا يطيع خلفية مذهبية ورسالة للمذهب مش للوطن، وبالتالي هذا هو البلد. يعني إذا كان هو هذا هو البلد، هل المشكلة في شكل السلطة في لبنان، في تكوين السلطة في لبنان؟ قد يكون، قد يكون. نحن عم نقول لهم خلي المقومات الطوائفية في لبنان، نعم، لا تنتج تمثيلها الحقيقي، نعم، وروحوا على طاولة حوار حقيقية، نعم، تفكروا بمصير البلد. إذا كان باستطاعتكم تنقلوا البلد من حالة القيد الطائفي إلى حالة القيد الغير طائفي اعملوه، نعم. وإذا مش قادرين ومش معاجب خاطركم هذا الواقع بالبلد، إيه؟ نعم، روحوا فتروا بصيغة أخرى بنظام آخر. اسمح لي أن أقاطعك وأنتقل إلى عضو المكتب السياسي في تيار المستقبل دكتور مصطفى علوش. دكتور مصطفى علوش، السلام عليكم. وعليكم السلام. يعني الرئيس ميقاتي استقال واستجاب لرغبتكم، ولو كانت هذه الاستجابة متأخرة، كيف ترون صورة المستقبل؟ يعني لا أعتقد بأن هذا التصريح الذي تفضلت به هو دقيق. فرئيس ميقاتي لو أراد أن يتجاوب مع الضمير على الأقل لما كان قبل بالأساس تكليفه برئاسة الحكومة بالطريقة التي أتى بها. على كل الأحوال هو يزين المسألة ولا يتجاوب، بل هو يعلم ما هي مصلحته. هناك مركب يغرق اسمه مركب الممانعة، وهو قرر أن يقفز خارج هذا المركب. نعم دكتور علوش، يعني أنتم يعني تقيمون الآن أن مركب الممانعة يغرق، وكأنكم تقولون أن مركبكم هو الذي يطفو الآن ويسير بهدوء على صفحة المياه، لكن البلد إلى أين بعد هذه الاستقالة؟ وماذا يمكن أن يحل في البلاد، خصوصا وأن الرياح الإقليمية والدولية كلنا يعرف إلى أين ذاهبة؟ يعني هذا الاستنتاج أيضا هو استنتاج غير منطقي الذي تفضلت به حول مركبنا الذي هو ثابت، فنحن لسنا نعتبر أنفسنا في مركب آخر. الحقيقة أن مركب الممانعة هو ما كان يعتدي على لبنان وعلى سيادته. بغض النظر عن كل ذلك، لا شك أن الوضع الإقليمي هو في عاصفة هوجاء، وعلينا أن نجد طريق لحماية لبنان من تداعياته. هناك وسيلة واحدة هي الذهاب إلى الحوار في بند أساسي اسمه السلاح غير الشرعي،
ومن بعدها يمكن البحث بكل التغييرات وكل التحويلات إذا كان هناك حاجة لتطوير النظام السياسي أو غيره. أما باستمرار وأصرار طرف واحد في لبنان على إقحامه في المعسكرات الإقليمية واستدراج الباقين للرد والاستهزاء أو أخذ طريقه ولكن بشكل معكوس، فأنا أعتقد بأن الأمور تبقى عالقة وتبقى شديدة الحساسية. دكتور مصطفى علوش، عضو المكتب السياسي في تيار المستقبل، أشكرك شكرا جزيلا. أستاذ دولة الرئيس، يعني كأن المشكلة الآن يعني في كل مش كأن المشكلة، هذا كلام هو الكلام المنتظر أن يقوله الدكتور مصطفى وكل الفريق الذي يمثل. نعم، هذا كلام. طيب أين هو من المنطق؟ من مهام استقالة الرئيس مئاتي. نعم، الدور الوظيفي تبع الرئيس مئاتي بالاستقالة هي أن يفسح المجال لهذا الكلام. نعم، وبالتالي هذا الدور مئاتي، ليش عم تلوم مصطفى علوش؟ أنا لا ألومه، يعني لا مش أنا بقصد لوم بالمعنى الحساب. نعم، بقصد ليش عم تسأل كلامه يعني. نعم، أنا بقصد أنه هذا الدور اللي الوظيفته الذي قام بها الرئيس مئاتي هي الوظيفة المكلف أن يقوم بها. أنا كما بدأت في اليوم الأول من تكليفه قلت أنه هاي هي وظيفته. نعم، وصلت إلى هذه وظيفته. نعم، الرئيس مئاتي منه شخصية سياسية تقاس في البلاد على ضوء صعود الرأي العام معه أو نزوله. ما له حيثية سياسية في البلاد، حيثيته مستمدة من رئاسة الحكومة. بس يعمل رئيس حكومة كلنا وجباتنا نحترمه، كلنا وجباتنا نكون أدى. نائب بطرابلس لسببين، أول سبب المال بتعرفه، وهو غارق كمان ببعض هيك العلاقات المعينة، واثنين أنه الفريق اللي بيعطيه توجيهات هو اللي بيقنع الرئيس الحريري يحميه بالنيابي وبيجيبه. انتبه، يعني هذا موضوع بدكم تاخذوه بعين الاعتبار. ممنوع اسقاط نجيب المئاتي بالانتخابات النيابيه، ليضل عنده حريه الحركه في توجيه التعليمات الذي تعطى له على مستوى السلطه. هذا الشيء الحقيقه. انا بتقلي ليش بتقول هاي؟ اقسم بذات الله مش اعتناء، أنا أقوله منذ اليوم الأول لتكليفه. أنا أذكر كثيرا ما قلته في وسائل الإعلام يعني بلبنان. نعم، وبالتالي هو لا يحاسب، يعني هو ليس شخصية سياسية إلى وزن السياسي في البلاد بتقيس تطور الرأي العام فيها. رئيس سعد الحريري بتقول، بتسأل إنه طلع المستوى المنسوب الدعم المسيحي الإسلامي السني الشيعي، يعني هكذا الطرف الآخر. أما رئيس مئاتي لا علاقة له بهذا الموضوع. سؤال أخير دولة الرئيس، يعني أنت أعطيت صورة واضحة حول الاستقالة وما يجب أن يكون، لكن ما هو الحل للمسألة اللبنانية؟ لا حل اليوم لسوء الحظ. السؤال المطروح اليوم، هل ستغرق الساحة اللبنانية وتتماهى مع الساحة السورية لأسباب عديلة لا مجال ذكرها الآن؟ نعم، وبالتالي في مرحلة اشتداد حماوة الساحات القادمة حتما في كل من سوريا والعراق ولبنان ومن الممكن الأردن، وهذا ما يفسر التنسيق الإسرائيلي التركي الجديد. أما الأمور في مصلحة للأطراف وتقاطع مصالح سلبي هالمرة مش إيجابي، كان تقاطع إيجابي عبر تأليف حكومي، هالمرة سلبي، إنه حتى لو حكومة تصف أعمال تركوها هيك، رجعوا كلفوا المئاتي، بضل يصرف الأعمال، ما في حكومة، وبتضلوا بحالة الاستقرار اللي أنتوا فيها حتى يقضي الله أمرا كان مفعولا في سوريا. دولة الرئيس إلي الفرزدي، أشكرك شكرا جزيلا. كما أشكر ضيفي الوزير السابق ماريو عون وعضو المكتب السياسي في تيار المستقبل مصطفى علوش، والشكر موصول لكم مشاهدينا الأعزاء، وإلى لقاء قريب.